عن الماضي، والحقيقة يعني أنا بعتبرها نجحت، والسلام إن شاء الله من تانية من المهرجان ده، وإن شاء الله نقدر نحقق فيه بعض الأهداف إن إحنا قدرناش نحققها العام الماضي. الحضور الكريم إلى العالم بأسره أصبح يواجه تحديات كبيرة مرة تغير منها لما يمثلهم خطرها في حياة البشرية. ونهض التنمية التي انتهجته البشرية منذ الثورة الصناعية، حيث أصبح للقادر الاستدامة، فالاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة الحياة تتحملها الأجيال القادمة. لذا أولت القيادة السياسية والدولة المصرية اهتماما بالغا بقضايا تغير المناخ والحماية من مخاطره، وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة والتي تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع الطبيعة البيئية وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة في ضوء الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة. ولذا قد شاركت محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمبادرة على 88 مشروعا، منها 2 مشروعا مكتمل المواصفات والمعايير، وتم اختيار 6 مشروعات منها للتصفية النهائية، وفاز احد هذه المشروعات بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في الفئة، وهو مشروع نظام انذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، وهو احدى المشروعات التي شاركت بها جامعة قناة السويس بالمبادرة. وهذا العام تشارك محافظة الإسماعيلية حتى الآن في المرحلة الثانية من المبادرة بعد 103 مشروع بمختلف الفئات السن، 21 مشروع من فئة المشروعات الكبيرة، و27 مشروع من فئة المشروعات المتوسطة، و5 مشروعات من فئة المشروعات الصغيرة، و16 مشروع من فئة الشركات الناشئة، و18 مشروع من فئة المشروعات غير هادفة للربح، و16 مشروع من فئة مشروعات المرأة. ختاما أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يسدد على طريق الحق خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا النهارده الحقيقة عندنا يعني فرصة طيبة جدا وجود معانا السفير معانا والوالد المرافق للوالد الفني في هذه المبادرة، ووجود حضراتكم جميعا عشان يرفض ضوء. انا يعني معالي السفير يعني اتكلمنا في بعض النقاط الصغيره قوي، والحقيقه في خطوات رائعه في المستقبل للموضوع ده، وبرضه اتكلمنا في بعض المشكلات اللي يمكن يعني قابلت حضراتكم او مخليه الناس يعني السياسية والدولة المصرية اهتماما بالغا بقضايا تغير المناخ والحماية من مخاطره، وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة والتي تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع الطبيعة البيئية وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة في ضوء الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل تكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة. ولذا قد شاركت محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمبادرة على 88 مشروعا، منها 2 مشروعا مكتمل المواصفات والمعايير، وتم اختيار 6 مشروعات منها للتصفية النهائية، وفاز أحد هذه المشروعات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الفئة، وهو مشروع نظام انذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء،
وهو احدى المشروعات التي شاركت بها جامعه قناه السويس من بره. وهذا العام تشارك محافظه الاسماعيليه حتى الان في المرحله الثانيه من المباراه بعد 103 مشروع لمختلف الفئات السن، و21 مشروع من فئه المشروعات الكبيره، و27 مشروع من فئه المشروعات المتوسطه، و5 مشروعات من فئه المشروعات الصغيره، و16 مشروع من فئه الشركات الناشئه، و18 مشروع من فئه المشروعات الغير هادفه للربح، و16 مشروع من فئه المشروعات المرضى. ختاما ادعو الله عز وجل ان يحفظ مصر وقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وان يسدد على طريق الحق خطاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا النهارده الحقيقه عندنا يعني فرصه طيبه جدا وجود معانا السفير معانا والوقت المرافق للوقت الثاني في هذه المبادره، ووجود حضراتكم جميعا عشان يرفض ضوء. انا يعني معانا السفير يعني اتكلمنا في بعض النقاط الصغيره قوي، والحقيقه في خطوات رائعه في المستقبل للموضوع ده، وبرضه اتكلمنا في بعض المشكلات اللي يمكن يعني قابلت حضراتكم او مخليه الناس يعني. اشكرك معايا الوزير المحافظ المدير الشريف بشاره محافظه الاسماعيليه، اشكرك على الدعوه الكريمه وعلى وقتك. حضرتك مشكله الدعم الجميل ده مع الساده المشاركين في المبادره، واشكرك برضه لمحافظه عمان الصبح عملنا جوله في محافظه كبيره جدا. الواحد طبعا ما بيبقاش عنده وقت لما بيروح يعدي من السويس ومن الناحيه الثانيه ياخد فعلا الجوله ويشوف المناطق المختلفه بين ديز ريسبس والحاجات الساعس. محافظه جميله جدا، اشكرك واحييكم. النهارده جايين نكلمكم على الاتفاق طبعا، برضه اشكر معايا وزير المحافظ على الاهتمام. السنه اللي فاتت مشروع مهم جدا، المشروع ده بيتكلم فيه في كل حاجه معنويا بتاعي كمركزه، فخصوصا الحراق طبعا مصر اكبر نقطه للنخل طبعا في العالم. فالمشروع ده بنتكلم عليه في كل حته، وهنقوم على موضوع القطاع المركزي. بس الاول هي المفروض السنه اللي فاتت زي ما انتم عارفين كان عندنا 27، كانت الفكره من الدكتور محمود محي الدين ان احنا نرد على سؤال معين بالنسبه للمواطن العادي الست العاديه في شمال سينا في الاسماعيليه، بالنسبه لها مؤتمر من هي ايه؟ ايه اهميته؟ بتفرق معاها ايه؟ المبادره دي بترد على السؤال ده. النهارده انا قاعد معاكم هنا النهارده عشان السؤال ده، وفي كل المحافظات ان المواطن والمواطن العاديين هم جزء من التغيير المناخي وبيقدموا مشروعات. فمش مجرد كلام احنا نعمل التنميه المستدامه والتنميه الخضراء كلها مهمه، حاجات مهمه على مستوى العالم ومستوى الوطن. والحكومه نفسها عندها مشروعات خضراء ذكيه كتير جدا، وزاره التخطيط وزاره التنميه. وبالتالي مش بس هو ده المهم، المهم لما انت ان المواطن العادي كل انحاء مصر يقدم مشروعاته ويشعر في وعي بالموضوع ده ويبقى جزء من عمليه التنميه المستدامه وجزء من النهضه. فالسنه اللي فاتت اخذت وقت لاقناع ايه يعني ايه اخضر؟ قلنا الحمد لله يعني ايه اخضر؟ قلنا المشروعات الخضراء دي معناها انها بتعمل اي حاجه بتوفر في الطاقه، بتستخدم طاقه جديده، طاقه رياح، طاقه شمسيه، المخلفات بتاعت المشروع بتعمل بيها ايه؟ بيعمل اعاده تدوير، اعاده ايه استخدام، بيستخدمها ازاي؟ طب يعني ايه ذكي؟ ذكي لاي حاجه في البروجيكت. يعني ان شاء الله استخدمت حاجه على الابلكيشن على التليفون ده ذكي. بس كان انترنت اعمل حاجه ممكن اكتر. والثقافه بتاعت ان الناس تبدا تعمل هيكل. VK